السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم سلسلة من امتحانات الموحدة أو الاختبارات الموحدة المحلية على صعيد المؤسسة بالنسبة للسنة السادسة من التعليم الابتدائي، أو بالضبط مادة النشاط العلمي. بطبيعة الحال أنتم عارفين السبب ديال الغياب ديالي على القناة، وهو بسبب المرض. استسمح وإن شاء الله الله يجيب الشفاء للجميع إن شاء الله، ليلي ولجميع المسلمين والمسلمات إن شاء الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو. إذا كما قلت لكم، هذا الاختبار هذا غادي يخص مادة النشاط العلمي، دورة فبراير 2022. بطبيعة الحال مدة الإنجاز ديال الامتحان النشاط العلمي كيكون 45 دقيقة. إذا الأنشطة عندي خمسة ديال لي زاكتيفيتي هنايا، أربعة ديال الأنشطة باللغة العربية ونشاط واحد باللغة الفرنسية. نبداو بالنشاط رقم واحد وعليه نقطة ونصف. إذا أتمم بما يلي: احتراق، تسمم، اختناق. إذا هنايا عندي الأخطار، هنا غندير نوع الخطر، واش هو احتراق ولا تسمم ولا اختناق. اذا من طبيعه الحال غادي ندير لكم الباريم ديال النقط وفي نفس الوقت الجواب. اذا الخطر الاول: وضع مجمر مشتعل به قطع من البلاستيك في غرفه مغلقه. اذا نجيب واحد المجمر مشعول وغادي نديروا فيه قطع من البلاستيك، قطع ديال الميكا، صافي، في واحد الغرفه اللي هي مغلقه، واحد البيت اللي هو مغلق. اذا هنايا النوع ديال الخطر شنو هو؟ من طبيعه الحال غادي يكون التسمم، لانه غادي يكون عندنا رائحه كريهه ديال داك البلاستيك او احتراق البلاستيك. اذا هنايا تسمم، صافي، تسمم، والجواب هو تسمم، وغادي يكون عليه 0.5 النقطة هي 0.5. بالنسبة للسلوك الثاني أو الخطر الثاني: إلقاء الفحم في مكان به غاز البوتان. إذا الفحم ولا الفاخر كنحطوه في واحد البلاصة اللي فيها غاز البوتان، إذا اش غادي يوقع لنا؟ ممكن يوقع لنا احتراق، صافي. إذا احتراق وعليه 0.5 كذلك. بالنسبة للخطر الثالث: وضع المجمر مشتعل في غرفة مغلقة. عندنا واحد المجمر مثلا بغينا نسخنو البرد، مثلا فوق البرد، نجيب واحد المجمر مشعول وندخلوه معنا للغرفة مثلا باش نسخنو. الغرض غادي يكون باش نسخنو، ولكن قدر يدير لنا اختناق، صافي، اختناق وعليه 0.5، وبالتالي هذا السؤال هذا عليه 1.5. 0.5 زائد 0.5 هي نقطة، زائد 0.5 هي نقطة ونصف. ندوزو لنشاط رقم 2. نشاط رقم 2 عليه 4 ديال النقط: حدد نوع التغير في كل حالة بكتابة تغير كيميائي أو تغير فيزيائي. إذا هنا عندي 4 ديال التغيرات، غادي نحدد تغير. إذا مثلا تسوس الأسنان، غادي نكتب إما تغير كيميائي هنا أو لا تغير فيزيائي حسب الحالة. إذا تسوس الأسنان واش هو تغير كيميائي أو تغير فيزيائي؟ أولا تغير كيميائي، كيتسمى كيميائي حيت هو غير انعكاسي، يعني غير انعكاسي، وبالتالي لا يعود إلى حالته الأصلية. بالنسبة للتغير الفيزيائي هو تغير انعكاسي، صافي، تغير انعكاسي يعود إلى حالته الأصلية. وبالتالي إذا تسوس الأسنان، الأسنان اللي تسوست واش يمكن لها ترجع إلى حالتها الطبيعية؟ لا. وبالتالي هنا هو تغير كيميائي، صافي، كيميائي غير انعكاسي، غير انعكاسي، مزيان. اذا هنايا عليه نقطه، صافي، كل تغير عليه نقطه. تجمد الحليب، الحليب الى تجمد يمكن له يرجع لسائل، وبالتالي هو تغير فيزيائي، تغير فيزيائي انعكاسي، صافي، وعليه نقطه. بالنسبة للتغير الثالث: ذوبان الملح في الماء. إذا الملح إلا ذابت في الماء، واش يمكن نرجعه على شكل حبيبات والماء عاوتاني نرجعه في كأس آخر؟ يمكن. إذا هو تغير فيزيائي، فيزيائي انعكاسي، صافي، وعليه كذلك نقطة. بالنسبة للتغير الرابع والأخير: إذا تعفن التفاح. إذا التفاح كيكون طازج وكيرجع متعفن، واللون ديالو كيرجع بني، إذا هو تغير كيميائي، تغير كيميائي غير انعكاسي، تغير كيميائي او غير انعكاسي عليه نقطة، صافي. وبهذا غادي نكونوا دينا 4 ديال النقط من هذا السؤال هذا اللي هو بسيط جدا. ندوزو الان الى النشاط رقم 3، انتبهوا معي. نشاط رقم 3 عليه 2 ديال النقط: اتمم النص باستعمال الكلمات الآتية: النخاع الشوكي، الأعصاب، المخ، والدماغ. إذا غنكملوا هذا النص هذا اللي عندنا هنايا، باش بهذه الكلمات هذو: يتكون الجهاز العصبي للإنسان من
إذا من أين يتكون الجهاز العصبي للإنسان؟ إحنا كنعرفوا بأن الجهاز العصبي إحنا كنعرفوا بأنه الجهاز العصبي للإنسان كيتكون من ثلاثة ديال المكونات أساسية، وهي الدماغ، نزيد عليها النخاع الشوكي، ثم الأعصاب. صافي، إذا ثلاثة ديال المكونات. بالنسبة للدماغ بدوره كيتكون من ثلاثة ديال الأجزاء، عندنا المخ والمخيخ والبصلة السيسائية. إذا يتكون الجهاز العصبي للإنسان من الدماغ، من الدماغ، هذا الدماغ الذي يتكون بدوره. الدماغ هو بيده كيتكون من شي حوايج، إذا هذا الدماغ كيمشي، الذي يتكون بدوره من المخ، من المخ والمخيخ والبصلة السيسائية. صافي، إذا مشلنا الدماغ ومشلنا المخ. كما يضم الجهاز العصبي، إذا كيضم الجهاز العصبي أيضا، كيضم النخاع الشوكي، النخاع الشوكي، كيضم لنا النخاع الشوكي، وشبكة من تغطي جميع أجزاء الجسم. إذا وشبكة من ماذا؟ وشبكة من الأعصاب. صافي، وشبكة من الأعصاب، هادو هما المكونات ديال الجهاز العصبي. الجهاز العصبي كيتكون من دماغ، ما هو دماغ زائد نخاع شوكي، ياك، زائد ماذا؟ زائد أعصاب. هذا الدماغ بيدو كيتكون من مخ، مخيخ، ياك، زائد بصلة سيسائية. صافي، زائد بصلة سيسائية. إذا هادو هما مكونات الجهاز العصبي. ندوزو لاكتيفيتي 5 اللي هو بالفرنسية غولي باغ اون فليش، غادي نربطو بسهم. ترانسفورماسيون دو شاربون اون سوندريس، دونك هنايا التحول ديالاش ديال الفحم إلى ماذا؟ إلى رماد. داك الفحم كيتحولنا إلى رماد، هذا واش هو تحول فيزيائي ولا تحول كيميائي؟ ترانسفورماسيون فيزيك أو بيان ترانسفورماسيون شيميك. حنا بالنسبة لترانسفورماسيون فيزيك كتكون ريفيرسيبل، يعني انعكاسية، وبالنسبة ترانسفورماسيون شيميك ايريفيرسيبل، ستادير غير انعكاسية، يعني ما يمكنش للرماد يرجع لنا فحم، مفهوم؟ هذه من هنا لهنا سي امبوسيبل، ما يمكنش للرماد يرجع لنا فحم، وبالتالي هو تغير مالو؟ تغير كيميائي، ترانسفورماسيون شيميك. دونك ترانسفورماسيون دو شاربون اون سوندري سي اون ترانسفورماسيون شيميك، داكوغ؟ سي اون ترانسفورماسيون شيميك. دونك اون باس ا النشاط الاخير، هو النشاط الخامس، عليه نقطه ونصف. اذا عندي هنا مجموعه من العبارات، غادي نشوفوا واش صحيحه ولا خاطئه، اجب بصحيح او خطا. اذا كانت العباره صحيحه ساكتب هنا صحيح، اذا كانت عباره خاطئه ساكتب خطا. العباره الاولى، للهواء شكل خاص وحجم خاص. الهواء ما عنده لا شكل خاص ولا حجم خاص، اذا هنايا عباره خاطئه، خطا. صافي، اذا هنايا عباره خاطئه، هنا كل جواب عليه 0.25. صافي، كل جواب عليه 0.25 حتى كنحضيو نقطه ونصف. رمي الكره بالرجل هي تحركيه اراديه. دابا انا الا بغيت نضرب الكره بالرجل، ضربتها بالرجل يعني ضربتها بارادتي، ضربتها بارادتي، اذا هي تحركيه اراديه، اذا صحيح، صحيح، هنا 0.25. نعم، لمس ابريق ماء ساخن بالصدفه حركيه اراديه. اذا هنايا جبت مثلا عندي واحد البريق ديال الاتاي مثلا وقسته بالصدفه وحيت يدي، اذا هي هذه حركه، هذه كتسمى حركه لا اراديه، ماشي بارادتي، اذا هذه حركه لا اراديه، وبالتالي هنايا هذه العباره هذه خاطئه، خطا. صافي، اذا 0.25 كذلك. بالنسبه للعباره المواليه، يتدخل الجهاز العصبي في مختلف وظائف الجسم. اذا بالنسبه الجسم ديال الانسان، هذا الجهاز العصبي كيتدخل فيه، نعم طبيعه الحال الجهاز العصبي كيتدخل في مجموعه من الوظائف ديال الجسم. علاش؟ حيتاش اصلا الاعصاب كاينه في جميع انحاء الجسم. احنا قلناها بان في الجسم ديالنا كاين شبكه من الاعصاب كتغطي جميع انحاء او اجزاء الجسم، وبالتالي هذه عباره صحيحه، اذا صحيح، وهنا 0.25 كذلك. العبارة الموالية، المخ لا يتدخل في التحركية اللا إرادية. إذا هنا هذه العبارة صحيحة، علاش؟ لأنه إلا كان المخ كيتدخل في التحركية اللا إرادية، ما يمكنش أنني مثلا أدي بيدي للتهلكة، مثلا أنني حرق يدي. صافي؟ إذا تحركية لا إرادية، بحال مثلا لمس واحد الإبريق بالصدفة. أنا مثلا إلا عرفتو سخون بزاف، علاش غادي نلمسو باش نحرق يدي؟ وبالتالي المخ لا يتدخل في التحركية اللا إرادية، بل يتدخل في التحركية الإرادية. إذا إلا كنت درت واحد الحركة بإرادتي، يعني المخ كيتدخل فيها. صافي، إذا هنايا عبارة صحيحة. بالنسبة للعبارة الأخيرة، تتحكم الباحة الحركية اليمنى في حركات النصف الأيمن للجسم. هنا عبارة خاطئة، خطأ. علاش؟ أنا نقول لكم علاش. حيتاش حنا في المخ ديالنا
ولا في الدماغ ديالنا عندنا باحة حركية، باحة حركية. هذه الباحة الحركية اللي كتحكم في الحركة ديال الأطراف ديال الجسم، عندنا باحة حركية يمنى وباحة حركية يسرى. بالنسبة للباحة الحركية اليمنى كتحكم في النصف الأيسر ديال الجسم، ياك؟ وبالنسبة للباحة الحركية اليسرى كتحكم في الحركة ديال النصف الأيمن من الجسم، صافي؟ دابا الأيسر، دابا هذا هو الدماغ، صافي؟ هنا الباحة الحركية اليمنى، هذه اليمنى هذه اليسرى مثلا، صافي؟ هذه كتحكم في النصف هذا، وهذه كتحكم في النصف هذا. يعني الباحة الحركية اليمنى كتحكم في النصف الأيسر، والباحة الحركية اليسرى كتحكم في النصف الأيمن من الجسم. إذا هنا عبارة خاطئ، صافي؟ 25، وبالتالي هنا خصها تكون تتحكم الباحة الحركية اليمنى في حركات النصف الأيسر للجسم. إذا كانت هنا الأيسر كتكون عبارة صحيحة، كنا غنديرو هنا صحيح. وبالتالي هنا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم. حظا موفقا للجميع، أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. زيدوا دعموا قناة التربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.